هذا الفيلم يتضمن مشاهد قد لا تناسب الجمهور الناشئ، لا ينصح تتبعه من طرف الأطفال الأقل من 13 سنة. صفاء اكرام، والله حتى ضريتيني في راسي. الا قلت لك انا دابا منين دايزه نطلق الغابه غير باش نختصر على ودك. يلا نحداك ني ويلي دابا كيشير ليا. أويلا هذا الشو جي قصدني؟ هفك أختي واحد وحدين بغاو يكريسيوني. وأخويا ما بغاو يكريسوك ولا مال أخويا، أنا خواف أكثر منك. هفك أختي خرجيني على الطريق. أربي شو هادشي؟ أنيسة يمكن لك تفضلي معانا. وفين أخويا نتفضل معاكم؟ أنا ما سنعرفو ما ديرو شي حاجة، أنا دايزة من لينا. كلمة وحدة، يا تهبطي بالخاطر يا نهبطك صحة. أنا أخويا غادي نهبط ولكن والله ما سنعرفو، أنا راه غادي دايزة من لينا. الله يرحم ليكم الوالدين. دابا أخويا الله يرحم بيه الوالدين فين غنمشي معاكم؟ ومعزيش عليا الهضرة بزاف. عرفتي شنو؟ زيدي قدامي. كندا عندنا واحد المشكل. اودي مافيوزي وليتي كلك مشاكل. تجابك عندنا هنا؟ والله ما انا اللي جيت، هما اللي خرجوا لي في الطريق وجابوني لهنا. عافاك زيد خليني نمشي في حالي. الا ست كلمه وحده غندفنك هنا. اش هاد الروينه كنشوف هنا؟ ما كاين لا روينه لا والو سيدي، بلا ما تعمر راسك. وهذيك البنت اش كدير تما؟ هذاك واحد غلط داروا الدراري. عاوتاني الاغلاط كندا. ما كاين لا اغلاط لا والو. دابا علاش كتبكي؟ كان كاين لا بابا كيتسناني نرجع. عافاك سيدي خليني نمشي في حالي.
انا كان امن بواحد الحاجة اللي هي كل مكان الانسان طيب وما كيأذي حتى شي واحد ربي ما كيخلي حتى شي حاجة تأذيه كيف ما بغات تكون. انا سيدي والله تانيتي زوينة عمري اذيت شي حد ولا ضريته ربي اللي عالم. شنو سميتك انتيا؟ سميتي فاطمة الزهراء سيدي. سمعيني مزيانة فاطمة الزهراء، انا غنخليك تمشي ولكن قبل غنسولك واحد السؤال وغتجاوبيني بالجواب اللي بغيت انا. شنو شفتي؟ ما شفت والو زيد، ما شفت شي حاجه. كنقسم لك فمي بالله ومشيتي حتى قلتي شي حاجه يحتاج يعيش معنا الادب الاليم. والله زيدي ما نقول شي حاجه، خليوني نمشي في حالي. كندا اخر مره نشوف حال هاد الاغلاط ولا غادي تحمل المسؤوليه ديالك. صافي هادشي اللي بغيتي، بغيت كنسمع الهضره في طريقك. اجمع لي دروينا. سمع شو شنو قال، يلا حيدوا عليا هادشي من هنايا. إكرام بارك صاحبتي، ما تصبغي في هاد الوجه ساعة هادي وانتي مقابلة ديك المنايا. وبلاش يا صاحبتي، خلينا نكمل ونمشيو. حق نسيت ما قلتليكش، عرفتي شنو حلمت البارح؟ شنو حلمتي؟ حلمتي اختي بدك خونا من الماسك اللي كنت عاودت لك عليه هادي سيمانة، عقلتي؟ يا اختي هز واحد السيف قداش وعامر كله دم. اها وزيدي؟ وهز في يدي يا اختي راس الجوكر. اويلي والله ما نكذب عليك، وانا بقوة الخلعة غير شفت راس الجوكر ويضربني الفيق. وبصراحة داك الراس عند الجوكر ديال تقطع. في خبارك راه دايرة الهضرة في الحومة بلي خرج هاد الايام. ويلي شكون قالها لك؟ واش نقول لك اختي، البارح كنت مسخره الوالده سمعت الدراري ديال الحومه كيهضروا عليه. وانا مالي خرج ولا يجلس، اصلا انا في الطريق وسمعت في ديك الحومه. اجي وقولي ليا، ديما كنبغي نسولك وكنسى، داك مول الماسك اللي كان طرا لك مع هذاك الفيلم مالو؟ علاش زعما ما ديكلاريتيش بيه؟ وعلاش اختي غنديكلاري بيه؟ ياك هو اللي فكني من داك القتاله وزيدون اختي انا خوافه معدي ما عندي بشي مشاكل. خوافه خوافه ولا عجبك؟ عجبني نضر ندير باقي لا تعطلنا على الخدمه وديك خيتي غتعاود لنا نفس الديسك. هيا نايضه يلا زيد. والله الا قلت لك عجبني بحال انا شايفه كماشي. بابا باقي ما شالك سعد. انا تنسينو بنتي وسيري باش ما تعطليش على خدمتك. واخا بابا. الله يعطيك الرضا بنتي. امينه بابا الله يخطك عليا. وها انت لحتاج شي حاجه صوري عليا. واخا بنتي الله يسهل عليك. وانت اكرم بلا ما نوصيك تهلاو في بعضياتكم. ويلي كتوصيني على اختي، راه عينيا نعطيهم ليها. عارف اللي كاينه بنتي، والله يخليكم بعضياتكم وسيروا بالزربه قبل ما تعطلوا. يلا بابا خلينا لك الراحه. والله يسهل عليكم بنتي ويبعد عليكم ولاد حرام. سمعني مزيان اش نقول لك، يا اما تقول لنا مع من خدام ولا غتموت هنايا. والله ما عارفك علاش كتهضر. راسك قاصح، حنا راه ما مزروبينش معاك.
كليكا فكر معايا غندي ندبها في قريعه اليوم. واش كضحك على الوقت قرعه والقرعه انا بغيتها راه خصك تخدم عليها زريقه وتهبيله سليكا حق مولي انا. واش تعرفتي اش قال لي جدي البارح؟ اش قال لك؟ وقال لي ما يخدم على الحرام وغير الحموار ياك سيدي. واللي ما بيني وبينك اخاي سليكا واش دي بهذه فورما ديال واحد عد على الخدمه فادي عندك الصحه عشيري وانا كنعيط غياك اصلا انا مريض اخاي سليكا والطبيب منع عليا شي ميره. والطبيب ما منعش عليك القرعه؟ دابا هو منع عليا غير مره تنبغي نشط. ونشط سيدي وانت اللي جات معاك وما تخممش صاحبي وانت انت غادي تنشط معايا اليوم. لا لا اخو دير معك كل شيء الا الشراب وما كنت بتوعد عليا عاوتاني دابا صافي انا نشرب حتى تكب ليا. صافي اخويا انا نكب لك وانت تشرب هكاك غتعصب فيا ولني. وخبارك اليوم الجوكا والشاروخا وجي السيفيل وخبار يا اخي زريقه وغيب البلوم ساقط في الحومه طايح كشاو من نايد ونايد اصابه غير الله يستر وصافي. هادوك جوج ملي كيتلاقاو اخي زريقه كيصفيو لابيل وانا بعدا اخي سليكا وكنفرح ملي كيخافوا مني تكداوي والله الا داوي مني شي شنو الافلام ديالهم وتيروجوا الحومه بالكواويت وحق الله وغير وجد راسك اخي زريقه من اليوم غتولي تسمع ها الكواريش. حيد عليا حيد انسان ساق غير قدامي نمشيو عند كحلوش شوف لو بغا يطبع علينا في الشارع قريعه في زيد. وزيرك امن نوقتك خذ راحتك اولي الريزو فين هاني الله يحفظك بس انا اللعابه بلا ما يشوفك بوزيرك. شتك عاشرتي ليا مع هاد بوزيرك هذا عاوتاني كيفاش بوك زكي؟ واش نقول لك اخويا؟ راه بنت واش تطلب من عند ربي دوايره في سبيل الله. سبيل الله؟ هاكاك واش دير الخير حتى انت والعيبات وكذا مزيان مزيان جاتي مزيانه دور به. انا شحال ندور به طلقني دابا عطيني اللعيبات. طلقني طلقني راه غنطلقك مرحبا هاك سير تلقاي هو ونجي نتخلص من عندك. هوي تحاسبو وكوني سرت كيف على راسك اصاحبي ولا فو لو عندك اصاحبي تولي شي فاقو غادي جار دافع جار ومجرور ما عرفناك شنو دير ديك الكروسه تحت منا تقول لي حقا تندير الخير دير الخير شي لعيبه كاينه في ديك الكروسه تما وصل الاخر نتصيفط فيها انايا قول لي الخير خير من عندك انت. ساليتي قبيله بقيت غير انا وياك فهاد الصالون تلقينا خلاص. غير صبري يا صاحبتي انا مقالي والو نسال وقولي ليا شنو بان لك اليوم نمشي انا وياك وبا زكي والواليده نفوجوها شويه في الغابه. تتنزع عليا اكرام بعض المرات والله فين هي اختي الطوموبيل باش غنمشيو لهاد الغابه. شوف اصاحبتي ما عندك ما تخليها عندك. لا لا اختي باقا انا عاد ندي حاج بنادم داك النهار مع داك خينا كان غير سكت ليا القلب. سكت لك القلب سربي سربي وانت وحلتي هنايا راه البوزه غادي يمشي لينا. اكرام سيري صاحبتي تجلسي تسقي وقفه عليك عصا ربي انا قلت لك غنسالي غنجي عندك. ها هي غادة الو وفين اصاحبي وتعطلتي عليا بزاف يلا سربي سربي. فين اخي كالوشا 25 تكون زويونه 25 فين يدومي اللي بقات عندك مره اخرى ندوز لك انا ديما معاك مره اخرى وسير المره الجايه يجيني كامل ماركه كي دايره. وفين كالوشا؟ وقول لي انت اللي واقف هنا كتبيع الحشيش ما غادي والو. شنو هو؟ زعما بغي نقول لك تخلط شويه دير لنا الشعيبات فوينيدات الحوم عزيز على الزو خاجينا بالعشوب. هذاك الباروش واش غتمشي لا؟ ودبا عليهم شي بحالي على ما كيبان ليا راسك قاصح لو ما تمشيش بحالك ياك. ولا ما مشيتش بحالي اش غيوقع كاع؟ الا ما بغيتيش تمشي بحالك غادي نخلي دار عشك. شنو هو؟ عاود ما سمعتكش مزيان. الا ما مشيتيش بحالك غادي نخلي دار عشك. نيك وماشي شي نشر عرفك اش جادك ما دير كاع سليكا قولي قولي اش قادر يدير عشيك. لا خويا راه في غير دواء ما يقدر يدير والو ياك يا المليق سمعني نعطيك الميكرو دوي عليا
يا ديك الله ازرق واش باغي تدبرنا على شي سلخه فهاد النار؟ شنو هو سلخه؟ وانت نقولك ديما ما تبقاش خام بحال هاد الاشكال وفيهم ما تخرج العينين تبع ربي كون جيجيني مثالي شنطويك بهاد الفورمه ديال الطباشير. فورمه ديال الطباشير خرج اليوم من الحبس وديك الساعه بين لنا الحقيقه. إذا سليك قدامي اسمح لنا اخي كالوش اسمح لنا اسمح لنا قدامي. اودي اودي ولينا كنعركوها مع البراش وجو الحبس. وين اخي كالوش كاين عشيري هانيا كاين الامور كاين شي سخون ولا والو كاين كلشي موجود يلا خويا بيلي يا بيلي أولي شعب جلس شوية جلس صح خش وقت أبا زاكي الوقت صعبش الدنيا تبدلاش عطاش المولية اسمعني مزيان أولي شعب شنو نقول لك ثلاث حوايج إلا طبقتيهم في الدنيا غتعيش مرتاح اليوم أبا زاكي أول حاجة أولي سعد هي الصلاة هي تقربك من الله وتحلك بزاف البيبان وتبعد عليك الفواحش سمعتيني أولي سعد عندك الحق أبا زاكي والثانية الثانية ولدي سعد هي الظلم حيت الله ما تيبغيش الظالم ودعوة المظلوم قريبة عند الله ما نبغيكش تكون ظالمة ولدي سعد لا والو بو زاكي اصلا انا ما عنديش مع الظلم مزيانة ولدي سعد واي حاجة دارت عليك خايبة في حياتك انساها وفكر في القدام ما تفكرش في الماضي ما كذبتيش في هذه بنادم هو اللي ما يشوفش موراه واهم حاجة ولدي هي تكون قانوع ومرضي والديك وترضى باللي قسم لك الله القناعة هي كل شيء بالنسبة للوالدة راه الدم نعطيه ليا بو زاكي وانت راك عارف انا نمشي حاشاك سير وانا نعم سير الله يذكر ولدي سعد الله يعفو عليك ولدي سعد الله يعفو عليك الله يعفو عليك ويلا صاحبتي وعقلت انا دخلت على السيده الحمام ويلا هذاك راه حمق انا كنت شنهتم يا وحق الله والنهار اللي كانت كطيب لها شعرها وهي تخليه لاصق في يديها هذيك ديك الله كنا غنمشيو للحبس صرفنا جمله يلا ياسين اليوم خاصك تنتظر معاها ولكن لق معاتني راه غادي نتشوه في هاد القهوه حتى ما كاين لا شوه لا والو السيده باينه فيها ظريفه عرفتي راه شي حدا تيقعد في ديك الصالون راه عالم والله اكرام واحد خونا يختم الصباح هو يشوف فيه عاد عقتي كيفاش عاد عقت وداك الدري راه السيمانه كامله كيجي على ودك باش كيبقى حاضيك ويلا اكرام اش كتخربقيش غير حدي فيا دابا غير بيني وبينك واش انتي اول مره كتشوفيه هنايا الصراحه هاد 5 ايام من الاخر كامل تيبان ليا تمعي ولكن ماما ردت لي البال انه تيبقى حاضرني حتى اليوم ايوا الا ما كنتيش راده ليا انتي البال انا حبيبه جاريه معاه وسبحان الله ما كيجي غير الوقيته ديال البوز ديالنا اويلي يا اكرامك ما انتي خدامه في لا ديستيم في غباريش باغا تشوفي لا ديستي ديال بصح وخليني نعبر ليه الطونسيون وشي ديك الساعه الا ما كانش كيجي لهاد القهوه على ودك النص ديال الماندا ديال هاد الشهر ديالك مشات لالا ولكن والله يا بنيتي يا اكرام يقمعك ما نعقل عليك ما تخافيش يا بيبي ما عنده كيدير يقمعك وحتى الا قمعك يقمعك من البلاصه شناهو شك بحال بغيتي تدوري عليا علاش اختي غيقمعنيك انت اللي باغا تعبري لي الطونسيون وعبري وانت غير ديري داكشي اللي غادي نقول لك وما عندك مناش تخافي والله تنوض عندها مالو شنو يبقى كاع اكرام انا والله ما غنمشي عنده واصلا راه هو باين لي نايض في حالاته اكرام شت خونا جاي قاصدنا واحد السلام عليكم وعليكم السلام سمحوا لي على هذه الوقفه اللي وقفت عليكم ولكن لجأت على خاطرك بغيت نهضر معك واحد شويه انا طونسيو حبيبه ديجا معبور تسكتي من الهضره فاش بغيتي تهضر معايا اخويا ممكن بعدا نجلس لجأت على خاطرك اه مرحبا جيب الكرسي وجلس شكرا موي اسم ديالي ياسين مدير شركه تشرفي بصراحه ما عندي ما نخبي عليك نهار شفتك كنتي ساحره ليا قلبي وهذا الريستو هذا راه كنجي لها غير على قبلك وديما كنقول نهضر معاك ولكن كنخافك تقمعيني وعلاش نقمعك اخويا شكون انا في ملك الله وزيدو راك جيتي عندي ودويتي معايا بطريقه اللي محتارم ربي يخليك حتى انت باينه فيك بنت الناس وبنت عائله وانا راني ناوي معقول وباغيك الحلال ان شاء الله بلاش بلاتي اخويا شكد غير ضربتي عليا انا اصلا ما كنفكرش في الزواج لا عافاك شوفي ما تقولي والو دابا حتى تفكري مزيان غنخليك لاكارت فيزيت ديالي
وديك الساعه رد عليا باللي كاين. ان شاء الله غير تهنى ما يكون غير الخير، وانت باينه فيك ولد عائله. شكرا ربي يخليك، وما نبرزتكمش هاد الساعه، نخليكم تاخذوا راحتكم. فاطمه الزهراء حاولي تفكري مزيان عافاك. شيدي كيفاش عارف سميتي فاطمه الزهراء؟ انتي مالك يا خضره؟ جابلك الله ولد النسل عندك وكاسا كتهزي عليني فيك من الفوق. اختي انا ما عنديش مع الحاجه المزروبه، ومتي راكي عارفه هادشي. ما تضربي ما والو، تعرفي عليه بعدا وتعرف عليك، وديك الساعه عبري ليه الطونسيون. كولي كولي راه انت اللي غتطلع عليا دابا الطونسيون. كولي بارح القريه يوم الحريه. لا السي فيه شحال زوين. عرفتي شنو دابا خير هذا؟ خصنا نديرو واحد القال ونخدمو بعقلنا باش ما نطريطوش. وهاد المرة هادي خصنا نحكمو الحومة ديال بصح. الفيران ما خصهمش يبقاو يدورو. وا لطيفة رأفت، وا سي محمد مالك اصاحبي بلونطي كنهضر معاك وانت يا ربي اللي عالم بك. والجوكر اش ما عيشتش من الحبس اصاحبي، الله يجعل البركة. وي بالرجولة عندك الحق خير هذا، وبيني وبينك شي نهار توحشت الدرية ديال بصح، وبغيت ندوز معاها شي مدة طويلة في الصيف هاد المرة هادي. الا بغيتي هاد الشيء راه خاصك دير عقلك اصاحبي، شحال قدنا بقا نتعداو على عباد الله وبقاو نديو لهم في رزقهم اصاحبي. وجيني بحال شي واحد خارج من المسلسلات داك ديال سامحيني وكذا، راه هذا خرج من رونت كوبي لي القباحه اصاحبي. والقباحه اش ربحنا منها اصاحبي؟ حياتنا كامله دوزناها في الحبس اصاحبي. واش نديو رزق عباد الله النهار اللي تيجيبو النار شي دي الليل اصاحبي؟ دير نسخط الوالدين، والله يجعل البركه اصاحبي. ضحك شي ناس عشان يجي شي ناس خصك واحد شويه ديال الحياه وتعلم تضرب اللغه العربيه. نقول دار شي واحد عطا شي فتوه. دابا جيني من الاخر اصاحبي واش باغي تشوف ولا شنو؟ والله يجعل البركه اخوان. تخص راسي انا نمشي ندبر على شي خدمه حلال اخاي ونقابل ديك المي ما عندي لا شرفات اصاحبي. وات شي انت راه هذا واس انا وياك اصاحبي وفيس واحد فينا كاع نبغيو نشوفو، احنا غنمشيو نشوفو احنا كاع تايبين. يبان لك شي واحد اصاحبي شي ضحيه راه كنبقى نتبورش انا اصاحبي، راه كاع بغينا نشوفو احنا كرهنا. راه كاش خربق اصاحبي، دور في دماغك مزيان. انا دوارش في دماغي، دابا انت اللي خصك تدور في دماغك. وعيق وعيق دماغي دماغك اتعلم جيت تهضر صلى شي 3 ايام مع اللحيه ونجي تولي بحال هكا. كون ضربتي العام كامل صلاه وعباده مشكله يا وليد. انا عام كتحير مع اللي ضربين 3 ايام مشكله يا صاحبي. مش رميش الساك وشنو غنلقاو في داك الساك؟ الماكياج نعكر لك به يا على بنادم اش كسوه. جمع 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 غير هذا نجي. على السلامه. مال هذا؟ وقهروا الحبس مالو؟ وقهروا الحبس وانا نقهر منكم في هذه الحومه هذه. خويا الجوكر وترياش من خويا الجوكر وتسلم عليا، سلم عليا بشي حاجه ديال النقره هاك اخويا. هو كادو من عندي اخويا، ها هو كادو ديال لا كلاس اخويا. شكون محمد حركين جد ليا ما نتوما ولا كان شي؟ وما عطوبو كتشفر باش كتشفر باش بنيفك سخوة طليل. ولكن اخوك عاجبيني الدراري والله الا عاجبيني بالله. كملوا في هادشي ديالكم الله يراه ربي يوفقكم. عندكم نتوما يهضر معكم شي الحياه وتوبوا وكذا. اتونسيون يلا الله يعاونكم. صافي صباح الله. وانا تنقول لك يلا نحيدو من الحومه، يلا نحيدو من الحومه راه اخرين خارجين. وبقى تشوف فيا ونشوفك. دابا حنا طاجين الحوم. على سلامتك اخاي الجوكر. يسلمك اخاي. مالك اخويا على هاد الغوفال؟ الغوفال راه كنت عندهم بنت كنت في السعوديه. ومالهم ما عندهمش الحلاقه؟ انت عندهم الحلاقه وعندهم حلاقات. وانا عارفك اخاي الجوكر تجبد تهلا في راسك كذا وخليت جات الشكاكه. واكش باغي خرج نخرج اخاي سي محمد انايا. وعني الله يجعلها موفره الدنيا. امين. قول لي كيبو كاع ما شتو كاع ما بان لي انا من جيت. كيبو صيفطو السعوديه شي عوف. وي وي فين داو؟ وداو اخويا ما عرفش فين ريفو لهم كناس سخوط هذوك المكارب راه هما اللي خرجوا على المجتمع اخويا. شكرا خويا الجوكر. شحال كدق عليا سهم؟ واش دق عليك اخويا؟ نقدر ندق عليك انت؟ شحال هو السبيع ديال الحومه صاحبي؟ صافي اصبي حسن سكت الله يرحم لك الوالدين. راه ونساك شي اخي الجوكر. السلام عليكم ابو عبد الرحيم. وعليكم السلام. اهلا سي رضا. على سلامتك اخويا. الله يسلمك خي عبد الرحيم الله يحفظك. وقول لي وقتاش خرجتي؟ عاد خرجنا اليوم ابو عبد الرحيم. يلا لقيتيني دزت للدار حطيت شي حويجاتي. اول واحد تباشرت معاه هو انت. مرحبا بك اخي رضا. ولكن فين هو صاحبك الجوكر؟
البارح في الحومه سمعت تيقولوا بانك غتخرج انت وياه، فين هو؟ هذيك خاينه بلا ما تبقى تسولني عليه، انا اليوم رجعي عندك باغي نطلبك واحد الطليب الا جات على خاطر. مرحبا، مالك؟ ياك ما خصك شي فلوس. حلا علمك الله ابو عبد الرحيم، ولكن انا بغيت نخدم عليهم حلالا طيبا. وكيفاش؟ ما فهمتش. انت عارفني شنو كنت ندير انا في هذه الحرفه قبل ما يموت الوالد الله يرحمه. ايه يا الحاج الله يرحمك في هذا النهار، عرفتي في صغرك كان ديما تابعك، تلقاك ملوح شكارتك ومختي تحط طونوبيلات. وبقيتي تشديتي الحرفه، ولات عندك 16 عام وتتحل الموطوع. ولكن الحاج واخا ما كملتيش قرايتك كان فرحان بك وكان حاس بك بلا غتولي احسن ميكانيسيان في سلا. ولكن ملي مات الحاج كلشي تبدل، ما بقيتيش رضا، وليتي الشارو. من اليوم الشارو مات، انا جيت عندك اليوم بغيتك تخدمني معاك وتعاونني باش نوقف على رجلاتي ووليت انا بحالي بحال الناس، وان شاء الله فمي يمشي. ومرحبا اخي رضا، واش انا غنلقى احسن منك؟ لا يخطيك ابو عبد الرحيم. المهم انا نمشي نشوف الوالده الا خصها شي حاجه، وغدا ان شاء الله على الصباح نجي نبدا معاك الخدمه ان شاء الله. اخبارك اخي رضا؟ والله ما متيق بان تتهضر معايا انت. ومازال ابو عبد الرحيم تشوف بزاف ديال الحوايج ان شاء الله يتبدلوا. والمهم ما نعيقش عليك، نخليك تخدم، نمشي نشوف الوالده شنو خصها ان شاء الله. سلم عليها. مو بالله ابو عبد الرحيم، سبحان مبدل الاحوال. حومة مش أومار، فين هي هذيك بنت الشلعة؟ أنا ديت لولدك موطور أنت هي أنايا، ها؟ كمشي دابا أنا نرتاح وأنا نولي معاك في واحد السيناريو آخر عاوتاني. خالتي ها هو جا هاك هي كيدخل عندي لداخل. صلاة وسلام. والوالدة أنا لا شو هادي مان؟ مان أنايا واش كنت في العمرة؟ وغير بغيت نفرح بوليدي عاد خرج ليا من الحبس. على سلامتك عبد اللطيف. الله يسلمك. الله يسلمك. ريم سيبتي حتى داكشي غنشوف من جهتك. واخا خالتي. شتك التصرف درتي مع البنت؟ واصلا وهي جايه شديه هنا، شديه هنا هي اصلا. ويلي علاش جايه دير هنا؟ البنت ملي سمعتك غادي تخرج وهي كتنقص ما خلات ما وجدات. الله يخلف عليها، قول لها الله يرحمك الوالدين. وليدة هذا راه الطريق والله جا مسخساخ، خليني نرتاح واحد شويه ونهضر معاك. اويلي على غادي ترتاح؟ رد كاع دير الصواب مع البنت. واش انا ولدي نفس السيناريو؟ وهذيك البنت راه ما باغياش وعمرها ما غنبغيها. صافي دخليها لراسك، الله يرحمك الوالدين. اسكت اسكت، البنت كتسمع. اسكت. واش نسكتش الوالدة؟ سيري سيري خشي في وجهك، سيري كولي وخليني انا نرتاح. غنبقى نغوت تسمع شي حاجه حتى هي ما يعجبهاش. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يهديك. الله يهدينا ربي، يهدينا نفوتونا انتوما انايا. اجب دكوك الله يهديك. جا هي مسكين بغا يرتاح. ماشي مشكل خالتي خليه يرتاح، المهم انا غنمشي باش ما نزيدش نتعطل على ماما. صافي. علاش ابنتي وهادشي اللي وجدتي شكون ياكلوا معايا؟ ماشي مشكل خالتي، والله ما عنديش شاي باش ناكل اصلا، هادشي وجدته على قبل، انا كنت بغيت غير نشوف. هو قلتي تشربي معنا غير هاتي؟ لا خالتي عافاك، خليها مره اخرى. بسلامه. سلام. سير اخشي الله يجعل ربي يسارك. سير صلاحك انا خايب. مسكينة هاد البنت شحال كتحماق عليها وتسقع عندي قبل مسوق. صافي ارتاحيتي دابا؟ مشيتي شفتي داك الشمكار ديالك؟ ماما ألف مرة كنقولك ما تبقايش تقولي عليه الشمكار. أنا بعدا ما كنحملو ما كنقبلو النار كامل، هو كيتعدى على عباد الله. ماما خليني لك فالساعة الله يسهل عليك. باز هذا القلب اللي عندك، كون غير هو داير عليك هذه الحالة نقولو وهو عمرو تسوق لك. واريم وابنيتي راني كنبغيك وباغا لك غير مصلحتك. شوفي ايوب ولد خالتك كيقاري وواعي وواصل، وانتي متبع عليا داك الطريق وكامل حباسات. ماما عاوتاني نعاودو نفس الفيلم. هذا ماشي فيلم ابنيتي، هذا هو الواقع اللي ما بغيتيش تدخلي راسك. نقولوا انتي تزوجتي بيه ومشيتي سكنتي معاه، عرفتي كي غتعيشي؟ غتعيشي كي جفاف. وانا بنيتي عندها عوينه وحده ما بغيتهاش تمحن، بغيتها تعيش احسن عيشه. عيقتي يا ماما والله تعيقتي.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمانة غير ساهية، فاش كتفكر؟ كنفكر في والو أختي. شوفي فيا. أنا كنشوف فيك، مالك؟ حتى نكون ما كنعرفكش، كتفكري في فارس الأحلام؟ ناري يا أختي تقول واش درتلي شي حاجة. أيها لالا كنفكر فيه، ولكن راح نتجادل معي بطريقة زوينة وصافي. طريقة زوينة؟ وصافي صاحبتي، واش ما عندك ما يدارش؟ بقايا مقابلاني أنا. وإلا ما قابلتكش أنا، شكون غادي يقابلك؟ دابا غير قولي ليا، واش عجبك؟ شكون؟ شكون العاشق المجنون اللي سحر لي قلبه؟ اكرام والسيفة صاحبتي والله بسالة. ودابا غير قولي ليا واش عجبك؟ عجبك وبينو بينك عجبني. وبطبيعة الحال صاحبتي غادي يعجبك، السيد راه ما ناقصه حتى شي حاجة. بصراحة ما كذبتيش في هذه، ولكن انا اختي ما بغيتش نزر. اختي فاتي انا الا جات عليا حاولي تبداي صفحة جديدة، هذه فرصة عليك باش تنسي اللي فات. هاي عندك الحق اختي. الا عندي الحق صوني السيد وعطيه فرصه، راه باينه فيه ولد عائله ولد الناس. كين ما جاتش انك راه مصوني عليه. من راسك اختي قاصح، صوني السيد وسيري تلاقاي بيه، ما تعرف الخير فين كاين. زعما الو الو ياسين. ويا شكون معايا؟ انا فاطمة الزهرة اللي عطيتيني قبيله نمرتك في القهوه. اهلا فاطمة الزهرة، كي دايره؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. ايوا الحمد لله. او امدره فكرتي في الهضره اللي قلت لك قبيله؟ بصراحه مازال ما فكرتش، ولكن قلت مع راسي علاش ما نتلاقاوش مباشره ونهضروا في هذا الموضوع حسن. مرحبا الوقت اللي بغيتي. انا دابا بقيت غادي نقضي واحد الغرض، الا بغيتي من دابا شويه نتلاقاو ما عنديش مشكل. اكرام ما دابا غتلاقاني في العشيه، شنو نقول ليه؟ قولي لي اش كتسنى؟ صافي واخا. ايوا ملي واخا قولي لي فين بغيتي نتلاقاو؟ نتلاقاو في القهوه ديال قبيله نيت. صافي واخا لالا، هي اللي ما تعاودش. يلا نخليك على خير. شكرا حيت عطيتيني هذه الفرصه. المهم ديك السبعه نتلاقاو تما. يلا بسلامه عليك. يا اكرام عندك كنكون زربت شويه. ما زربتي ما والو، الا كان مكتوب لك الله وفيه الخير راه داك الشيء اللي بغينا. يا ربي تي شويه الخير. ونوض نوض نقاد لك الحاله ما حد الصالون خاوي. انا اللي ما عرفتش. عرفتي تبارك الله على مولاي السلطان. هذا هو الرضا، بغيتي نعرف انت شنو قضيتك؟ واش كنتي في الحبس ولا كنا مسخرينك عند محمد؟ بقات نفخ عليا تما والله الا عامين هادي والسيد غابر في الخرج جيتي بحال ما كاين والو. والو وليد واش بدينا في النقير عاوتاني ولا شنو؟ دابا هذا هو النقير عندك والله يهديك اولدي. امين ولد الله يهديني يا ربي شهديني يا رب. وليد اش نقول لك؟ واش تبسك كاع ما كاين في الكوان ديالو ياك ما صافا؟ وانت مالك ومالو، يكون ولا ما يكونش؟ ولا توحشتي الحبس عاوتاني؟ انت ما كان ولد انا كنضرب معاك لقيت الدوره فيا مالك؟ انت اللي ما عرف علاش كتقلب، السيد عوقتيه درتي ليه الكروسه وسباب ودخلتي للحبس وباقي كتسول فيه. وليد انا بغيت نتسامح معاه منيتك ناقصه، ولا غنتصالحوا مع السيد راه بقى فيا. اسمعني نقول لك واحد الهضره، الا ما وصلهاش لك من كنتي في الحبس، زكي وبنته راه عام هادي باش رحلوا من لينا. شناهو؟ واش ضرب الصحه الوالدة واش ما فهمتش انايا هادشي كتقولي لي انت دابا؟ وعلاش غنكذب عليك اولدي؟ واش غيرحلوا؟ علاش غيرحلوا كاع من الحومه؟ لا شنو ناقصهم كاع؟ ناقصهم الراحه اولدي، حيت با عارفك الا خرجتي من الحبس ما تخليهمش مرتاحين. دابا اللي سمعك الوالدتهم تخليهمش مرتاحين بحال انا غنمشي نشفر لهم السدادر ونخليهم على الدسنات وعلى الزربيه. وهذاك الشيء ما بقاش الوالد والله ما بقى، انا راه ضريف دابا ونولي نصلي وبزاكي مسكين، راه بغيت نتسامح معاه ويرضى عليا، راه فاطمه الزهراء كان باغي الوالده وراه باغي على الحلال. وبنتو راه ما تتحملش فيك الشعره، ويلا بغيتي تتزوج ودير عقلك راه هي ريم لاله البنات وكتحماق عليك. وليده انا راه كنت غير ما كنقولش لك، انت راه عارفاني مزيان انا شنو باغي. ايوا هذيك اللي بغيتيها انت مشات بحالها، وهاد ريم اللي ما باغيش دابا يجي واحد النهار تندم عليها. ويلي انا راه داوتاني. ودابا قولي لي فين راحله؟ ما عرفتش، باتوا ما صبحوا. باتوا ما صبحوا قلت شي الخزابين اللي عندك، باتوا ما صبحوا ساهله عندك الدنيا انت صغيره وكلشي ساهل، باتوا ما صبحوا. واش راه عندك انت يبات وما صبحوا؟ انا كانوا في السمانه بطهم كانوا في الارض نطلعهم. سيري خليني نتكى اش غدير يا خليك، انا نمشي ندوش واحد شويه ونوريك بات وما صبحوا. بات وما صبحوا ما كون غير بقيتي في الحبس، لاش جيتي تفو على بشر.
الصراحة أنا فرحان بزاف حيت تلاقيت معك. كون ما تلاقيتنيش كاع شنو كان غيطرى؟ كنت غنبقى تابعك حتى نتلاقاك. وقتاش أول مرة شتيني فيها؟ هادي تقريبا شي سيمانة. وفين شفتيني؟ وفي الصراحة والله ما عقلت. زعما هاد النهار خصو يكون مميز بالنسبة لك، كاع ما خصك تنساه. طبيعة الحال خصني نكون عاقل عليه، غير هو في ديك اللحظة الجمال ديالك سحرني، وأنا براسي مبقيتش عاقل على راسي فين كاين. وما تزيدش فيه. وصافي دابا خلينا من هادشي هذا وعاودي لي شويه على راسك. واخا سيدي وقولي شنو بغيتي تعرف؟ اي حاجه متعلقه بك بغيت نعرفها. واش غنقول لك؟ انا كنعيش مع بابا من بعد ما مات ماما الله يرحمها، وعندي صاحبتي اكرام. الصراحه هذيك البنت ماشي غير صاحبتي، هذيك كلشي في حياتي، وخدامه انا وياها في صالون. راك عارف لما تقاتلناش مع الزمان ما كيدخل علينا حتى خبزه للدار. ولكن علاش باباك واش ما خدامش؟ ودي بابا مسكين ما عنده صحه للخدمه، وزيدو راه ديال الكروسه. مالو مسكين كترالي؟ الصراحه ما كنبغيش نهضر في هذا الموضوع، تيقصحني بزاف. سمحي لي الا جبت معك هاد السيد. لا ماشي مشكل، خد راحتك. غير هو ما كنبغيش نتفكر شي حوايج انا ديجا نسيها. فهمتك. وقولي لي اش بان لك نحيدو من هنايا ونبدلو الروتين شويه؟ فين نمشيو؟ فين ما داونا رجلينا، المهم نبدلو الروتين شويه. صافي واخا. دوخوني هاد النظاره، يلا نمشيو. جيتي بوغوس بلا مدار؟ ويلي وانا شاريهم على ودك باش نبان كيوت. لا بلا تقدير، هي اللي ما تعاودش. ايه مالك فين ساهي؟ والو غير عجبني الجو صافي. عجبك الجو ولا كتفكر شي حاجه؟ لا ما عندي فاش نفكر. علاش انت ما عجبكش هذا الجو؟ انا عاجبني الجو، غير هو كاين شويه ديال البرد. كاين البرد كيف هاك؟ الجو زوين. الجو زوين. قول لي يا فاطمة الزهراء، شنو هي الامنيه ديالك؟ امنيه ديالي شي نهار بابا يوقف على رجليه. دي امنيه زوينه. شحال في عمر باباك؟ تكون عندك 48 49 عام بحال هكاك. ومازال خير ان شاء الله، فهمتي؟ ان شاء الله. وانت؟ انا مالي، شنو الامنيه ديالك؟ انا لا الامنيه ديالي هي نكون معك. غير هو كنزوج كندوي معك سيري. شغ نقول لك، انا امنيتي نعيش بخير ومرتاح وما يكونوش عندي المشاكل. ايوا نتمنى لك حياه سعيده معاك ان شاء الله. بغيت نسولك. شنو فين كاينين والديك؟ انا والديا كاينين في الغربه، ما عايشينش هنا في المغرب، تمشي عندهم مره. مزيان، الله يخليهم لك. امين. ما جاكش البرد؟ يلاه نحيدو من هنايا. بيني وبينك تشهيت واحد الحاجه. شنو تشهيتي؟ ما تضحكش عليا. وما نضحكش عليك، قولي شنو تشهيتي. نمشيو دابا نقضيو الغرض. شهيت الببوس. صافي وطلعي نمشيو ناخذ الببوس. صح كاين، يلا. هيا تلالي داوي.
سخنا عطيه معنا وييه سخونه صديق ديك غلال الله يحفظك يا خويا انا جاي اصلا انا غلانه كتعجبني بزاف في البرد انا بعدا ما كنش ناكلهاش بزاف لا انا كتعجبني سيرتو في البرد صحه الله يعطيك الصحه خويا الغزال الله يسهل عليك بقيتي حتى وكلتينا هاد الببوش ومالك خليتي فيها شي وحده الصراحه هاد الببوش عند عادي الواعر حتى انا اول مره غناكل عنده الصراحه عجبني بزاف بنين راه ود الحوم راه قديم بصح لا وشنو ما كنجيبوك تاكل الكاليتي حتى انا ما شيتي وحده ايوا بالصحه والراحه الله يعطيك الصحه ياسين تعطلت هذا هو الوقت خصني نمشي على حساب بابا ماشي مشكل يلا يلا نمشي وشكرا على الببوش زيد ابي ولو شحال شرب شي دابا وحده وخي زريقه واقرا وحده سكراتك عقلك صغير ومازال تشفر عن الحومه وتلع عقلك مكلخ تعرفش حساب يجي اللي يدب ماما انت خويا شكون غير مالك واش مزيان ماكش تراعد قول لي فاطمه الزهراء فين ولات ساكنه شكون فاطمه الزهراء خويا جوكر مال الحماق الاول داك هرب لك الريزه عاوتاني غنقادك فاطمه الزهراء الحب ديالي فين ولات ساكنه عرفتها واش بالبوزيك يا اخي جوكر انا كنت مسافر منين راح لهم والله ما عرفت وحق الله اخي جوكر اي 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 والوقت زينت انت انت وليتي كتسافر مسخوطه شو باللي ما يقرا خو قال لك كم سافر واحلم شي حلم وشي قال لي مسخوطه نفهم الدر وز راسك اصاحبي بابا بابا قام معك جوكر وشوف وش يسحي يمشك كنت خندوي وخدامة مع إكرام تم خديجة هو شي دبرتي لنا عليها مسخوطة وليدي مش خافش انا معك شفتي بحال الهضرة ربك يا صاحبي ولا كنبغي نسمع يلا عاود قول لي هاد الهضرة اللي قلتيها دابا اخويا شكر ما ديتش عليه راسك انا من قبل هو تعربط في الحومه اسكت يا ولد السلكونيه ما تبقاش تقمعني فاش ندوي و صحي بشك بنت بوزاكي خدامه مع اكرام وفي الصالون وفين جات الصالون هو بعيد بالزيف يلا بركه سكرتي واحد شويه يلا قول لي فين جا الصالون ولا شي بلاصه اللي كتسكر فيها غندير لك خبرك ما تعصبش ما تعصبش الصالون جاف تنشخ تنو دوري الصالون مسخوط الوالدين راه غيدفن هنا خويا شوكر وديما تيدير لنا بحال هكا وفين ما كيسكر اخويا كينعس هنا تحت هاد الشجره هادي هو نعس فلت اليوم وانت غدا يسليكا الا ما لقيتكش انت وياه كتسناوني هنايا لا لا خويا شوكر احنا غير باش هنا الليله غنتسناوك في الصباح لما يفيق هذا دابا مزيان ورد لي البال الفني كيفاش اللي مشيت تلفليك حيتاش هاد ليك راك عارف الا مشيت تلف لك هذا خبار فراس ما نعاودش نهضر معاك جوج مرات ناري خرجت عندنا مسخوط الوالدي حياش والحياه هي اللي ما غاديش نعيشوها غدا الا ما وريتيش الصالون مسخوط الوالدي نوض يلاه نمشي نتحرك نوض مشى نو نجيب شي قراخ وانت عاد تفكر في الشراب راه غيدفن هنا نوض نوض صافي بارك عليك غير هنا هنا فين ساكنه هادي هي حومتي ولكن ضلنا باقا شويه على الدور وخليني نزيد نقربك شويه لا لا من احسن نكمل على رجلي راك عارف هضره الجيران ايوا واخا لا نخليك على خاطرك غير هو غدا ان شاء الله ضروري ما نتلاقاو عندي لك واحد المفاجاه شو المفاجاه هذه المهم دابا ما نقدر نقول لك والو حتى الغدا ان شاء الله وتعرفي واخا سيدي هذه صاحبتي اكرام الو اكرام الو حبيبه وفينك صاحبتي تعطلتي انا حدا الدار انت اللي فينك وطلعي طلعي راني من قبيله وانا في داركم كنتسناك واخا انا طالعه وقولي لي يا بابا باقي فايق بابا راه دخل في الحلمه الثالثه راه قبيله عطاتو دواه ونعس ايوا صافا حبي هاني جايه دابا كنموت عليك يلا باي باي ياسين يلا نخليك دابا بسلامه يلا باي باي تهلا فراسك يلا تنتي ردي البال شكرا باي باي
امي باقا مقلقه مني. علاش غنتقلق منك؟ على العيشه المره اللي دوزت عليك، وعلى المصائب الكحله اللي جبت ليك. يا وليدي كنشوفك في الحبس كثر ما كنشوفك في الدار، ولكن كاويه في قلبي وكنبقى ندعي معك في صلاتي باش يهديك الله. كنوعدك امي بلي هادشي كامل ما غاديش يبقى، ونتمناو الخير يا وليدي والله يهديك. امي بغيت نسولك دابا الا جبت ربي يسمح لي كاع على داك الذنوب اللي درت. المشكله وليدي ماشي في الذنوب، الله غفور رحيم، ولكن الله سبحانه وتعالى تيقول لك الا خطأتي ما خصكش تكرر نفس الخطا. ودابا وليدي بغيتك تنسى الماضي وتفتح صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى. انا موي داك الطريق ديال التعدد مابقاش باغا، وان شاء الله من غدا درهم ديال الحرام ما تبقاش تدخل لجيبي. والله يرضى عليك يا وليدي، حتى انا بغيت نشوف غير وليدي بحال وبحال وليدات عباد الله. ان شاء الله موي امشي كوني هاني غادي نعجبك. حقا ما قلتش ليك راه هضرت مع الشطابه اليوم، ان شاء الله راه نبدا مع الخدمه على الصباح. مزيان يا وليدي، شتي الحلال كيخلي البال مرتاح لا مع الله ولا مع العبد. والله يطولنا في عمرك امي، ان شاء الله امي غندير شويه ديال الفلوس ونصيفطك الحاج. ان شاء الله وليدي كلشي قريب عند الله، والنوضه وليدي نسخن لك الاشياء. وقولي لي كيف جاتك عقليته؟ الصراحه هو ظريف بزاف، وبيني وبينك حتى انا تحيت ليه. وانت اللي جات معاك دوزتي نهار رومانسي، اما انا دوزت نهاري كحل في ديك الخدمه. عرفتي المحل ما خواش حسن عوانك يا اختي. ما قلتليكش قالك لالا غدا بغى يشوفني وعندو لي واحد المفاجاه. بصراحه ضلني راسي شنو في نظرك المفاجاه اللي غيكون موجود ليا غدا؟ وباين على شي كولي ديال الدياموند. شنو هو كولي ديال الدياموند؟ لا لا انت بالي خرجوا لك الافلام التركيه. ياك والله ما كرهت غدا نمشي معاك ونشوف غير هاد المفاجاه اللي موجد ليك. ويلا معايا صاحبتي مالكي، ياك انت غدا اصلا روبو. اش من روبو صاحبتي؟ هذيك خيتي لصقات فيا غدا عروسه. ناري يا اختي شتات فيك الصنار. ويه عرفتي شنو بالي ما نمشيش اليوم للدار، نبات غير معاك حيتي هي من فمي. وهي امك خديجه كتفوني بحال حسات ما جاوبيها. الو ماما. الو بنتي فينك تعطلتي؟ وانا غير مع فاتي في الدار. واش بان عليا جدي ولا شنو؟ ماما هكا هكا بغات تهضر معاك فاطمه زهرة. الو امي خديجه كي دايره؟ لاباس عليك؟ لاباس بنتي وانت كي دايره؟ بخير الحمد لله. شوف امي خديجه هاي راني حبست اكرام تبات معايا، اصلا مشى الحال ودابا راكي عارفه ما غتلقاش طاكسيات. واخا بنتي ياك نتوما في الدار بعدا. اويلي امي خديجه فين غنكونوا في نظرك في هاد الوقيته؟ والله الا حنا غير في الدار، وبابا راه كاين الا بغيتي ندوزو لك ندوزو لي. لا لا صافي يلا تصبحوا على خير بنتي. يلا امي خديجه تصبحي على خير. هاكا اكرام. يلا ماما شوفي عندك تنسي ما تشربيش الدواء ديالك. يلا سيري سلامه. ودابا بيتا معاك بيتا معاك تنوضي تصايبي لنا داك سباكيتي بالبيشاميل وتعاودي داكشي بالتفاصيل كيفاش دوزتي النهار معاه. يا اختي شحال بريقيقه. نوضي نوضي صدقيني الكوزينه. يلا شحال بروش فين طيحتي راسك؟ كون درتي من الاول ما توصلش لهاد الشيء هذا. ضروري كنسمعك. انا خدام مع ولد الغول مخبر سري، وقال لي نتباكم باش نمشي نعطي بكم عند المخزن باش يشتت الخاليه ديالكم باش هو يحكم السوق. رباعه ديال البخوش باغيين تلعبوا كبير، احنا غادي نشوفوا شكون اللي غادي يطفالي الحجره. عافاك السيدي ما عمرني نعاود، وهادشي اللي كنديرو راه ماشي لخاطري، راه مهددني بعائلتي، ودابا راني قلت لكم كلشي. الله يرحم لكم الوالدين اللي ما خلوني نمشي بحال. شي دابا حكمت على راسك بالاعدام؟ قول لي فين غلقى هذا الرئيس ديالك دابا؟ انا والله ما عارف فين كان، راه داير بحال الجن، انا اللي خدام معاه وما عمرني شفته. حنا غلقاو طريقتنا الخاصه. شوفي الحب والله ما كانت كتلبسي داك الفيساق باش تجيك قتاله. ياك سيدي ايوا ما يكوني خاطرك هكا كنبغيك. الله يخليك لي. الو الو ويلي هذا مين قطع؟ حد السلامه فين الشينو؟ والله الا خي الشارو من الصباح وانا كنتسناك باش تعرف المعزه ديالي قداش عندي.
نعطيك هاد التليفون هذا ومبقانا بلاش. شوف اخا الشين، وانا مبات لا تليفون لا والو، وباش كتسمح لي على داك الشيء اللي كنت ندير لك شحال هادي اخي الشارو؟ بيني وبينك انايا كنحس بشي حاجه ناقصاني اللي ما تجيش رزق ولا ضرب شين، ولكن جيت على المسامحه انا مسامحك دنيا واخيره اخي الشارو. لا لا تقولش هكاك، سمح لي جا عندك كمل عليك. اسمعني شنو نقول لك، اخر مره شقات تلقبني بهذاك اللقب عيط لي بسميتي وان شاء الله في راسك. يلا الشارو هذا سبحان مبدل الاحوال. الو فيفي اوي لما قطعتي عيت من صوني ليك. لا 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 حياتي راه الريزو. شوفي دابا شويه نتلاقاو في البلايصه اللي تنتلاقاو فيها ديما. صافي واخا حياتي كنموت عليك. عشان انا نموت عليك. يلا تهلا. غزلان او مال هذا؟ شك عطيني النخال مكتب انا اخويا شنو بغيتي؟ دابا وليت خوك. من حقك، ولكن الا كنتي كدير هادشي حد ضربت خوك ديري في بالك راه ضربته غير في طريقك انتي. هذاك راه كيبقى خويا، واش نسيتي هادشي؟ ما نسيتش هادشي زيدون، انا ما جاتش نخليه يضربك قدامي، انا ما حسيتش براسي حتى ضربته. حيت ما كتفكرش ولفتي بالحبس انا بارك عليا، ما بقيتش باغي حباس بحالك. اسمعي هادشي كان شحال هادي، اما دابا نبين لك رضا واحد اخر اللي كيجيبها من فم السبع وحلال. ضحكتيني يا رضا، حتى نكون ما كنعرفكش، فين عمرك جبتي درهم واحد حلال؟ وراني قلت لك غادي نتبدل، لقيتيني دابا غادي خدام مع الشطابه في الحانوت. شوف يا رضا قهرتيني بالهضره وزيدون ما تصلحش ليا. غزلان ياك ماشي واحد خدا بلاصتي. انا هي هون الجوكر. هاني السلامه. مرتاح؟ السلام مزيان. شكر شكر شكر. مابقاش نغوت انا ياك، دير النمره شحال نجي مابقاش نهلل. مزيانه خير اخي، معروضة من الخير. الله يعزك خويا يونس، عارف انا والدار كبيره شويه. هاني بعدا الله يرضى بخير. شحال بخاطر اصاحبي خلعتيني اصاحبي. خويا راه تقهرت بالسرقه ماناتي في خاوية غاك. شكون باغي كيشفر دابا؟ شنو بغيتي دير؟ بغينا نخدمو. تروتها هكا؟ تبيع العشبة؟ هي اللي فيها. وسير للمارشي عندي شي ماكينة تشد الكروة راها محطوطة. ضحكتي يا أخي، في المارشي؟ المارشي راه حكموه كالوشة. كالوشة؟ جاب معاه شي وحدين ما فهمتش أنا منين جاب هذوك أخي وشدوا ذاك المارشي. تعمقني جات الكالوشة راه كتسخر ليا. يلا تشوف بعينك. يلا نشوفو الكالوشة. السلام عليكم. مزور عندك عمو الحاج هنا؟ اتش من حاجة شنو مزورة شنو خاصك؟ واحد يدك الشريط. شوف بلا ما بقاش نبدو معاك الهضرة بزاف، طلع الروسيطة صح. اتش من الروسيطة سير بحال. اش كتسنى سير نشوف بحالنا السيد ما عرفناش صح. لا بلاتي بلا. نوض صح نوض. عرفتي دابا شكون هو؟ انا بنت نعرف حتى واحد انا تنعرف هكا كالوشة. تعرف كالوشة بعدا؟ ودور سير عنده قول ليه جي عندك. سير 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 عليك. انا كنت شي مجال قاوه هنايا وسطاج وشي بيع حشيش هذا ما تتقلب ما عرف سلاش كالوشة راك يعطيهم الحمري انت اخر واحد. شلع اش قلت لك؟ يلا بيع جوج طروفة. كالوشة انت دابا مالو جاي كيجري؟ كالوشا امالك يا هاد المرعود جاي كتجري ياك ما تابعك المخزن. شكون دار فيك هاد الحاله مشطاج؟ جالس ما عليا ما بيا، تا جا واحد جوج داو ليا السلعه والروسيطة قالوا لي شكون تعرف؟ قلت لهم تنعرف كالوشا. قالوا لي سير عيط على هاد كالوشا. انا خوتي شكون هما هاد الجوج هادو اللي زعما يحيلوك من تما؟ ما عرفت فيهم تا واحد اخويا انا، يا جوج طوال واحد داير التشاوك هكا والحيه وجمو حيد لي الساك وما يقولوا لي سير عيط على كالوشا. كالوشا هذا فاير الجوكر. شكون هو الجوكر؟ السيف ما غتعرفوش حيت يلاه حطك الكار.
كنت عارف هاد الجوكر هذا ملي غادي يخرج ضروري غادي يرجع الكروه ديالو. دابا شنو غنديرو كالوش؟ في نظرك شنو غنديرو؟ انت بربي تا غنتشامو عليها. وهي ساعة الربح انت بيطقو حنايا. الجوكر راه مزي. أما كالوش اي اي على رجال المستقبل شي كالوشة قال لك دراستا كالوشة مال بنتي ود وليد اش عندك اش باغي الجوكر انت ماك فين ما كتخرج كتجد لي الطياره في السيكتور ديالي انت وليتي كتبلابلي وتتهضر السيكتور ديالي واش هادشي كامل اللي هنايا ديالي انا هادشي كامل ديالك ياك ما كتبينوا لك سميتك وانا ما فخباريش دابا بلا ما نبقاو نجبدوا في لاستيك ونضيعوا في البطاريه جينا من الاخر وقول لي شنو بغيتي هاد الكروه هادي بغينا نقسموها انت ما داد لا حوله وغنجيك من الاخر انا ما كنقسمش واللي بغى شي حاجه يورك على البطونه طلع كرتونه احنا غنشوف هاد الكرتونه شنو غيخرج منا يونس سليك وسلكون يا الاعصاب ما يحكمونينا الصباح هذا وتعطينا جبنا على الحوشه خمس سنين الله يعطي العذاب ما صورنا مع امهم دابا خا يونس خسروا لي المكان اصاحبي هذا خسرات هادي غنحرروا شي جوج اخرين ولا ما تقولش لي هاد الهضره هادي عاشق شحال وانا عاشق طاب الحمار راسها شوف دم الغزال اش غدير بان لي زريقه تما باغي غير واحد الغرض ضروري كنت غنمشي معاك عند الموري نقول لك قاد ليا ساعتي راسك نقول لك الجوكر عنا لي بيه الله يرحمك الوالد شنوش معايا في لافير انا مريره وحرر امه بقى تسول فيه الليل نجيب لك السلعه غدا في الصباح تبع خدام صافي على مولانا انت جو عندك راك عارف نتسنى التليفون يلاه سير تسنى التليفون هذاك اللي بغيتو راه هو لقيتو اللهم بيك بالله صار غادي نتكدى بعد سريقه فين شوكه لاباس الحمد لله اخويا يلا نمشيو يلا فين نمشيو اخويا الجوكه فين نمشيو كيفاش فين نمشيو انت فين اخويا نمشيو اخويا الجوكه دابا راه شي شهور اللي في خدامه فاطمه الزهره انا البيع اخويا واقيلا كنت شكلان اخويا والله الا واقيلا باغي تسكر عاوتاني تسكرك عاوتاني شي دابا اخويا الجوكه ويا راه وريني فين كاين فاطمه الزهره ما عاوش الله ما عافاك سريقه سمعت غير شحمقنا وريني فين كاين اه اخويا فين كاين فاطمه الزهره ويلا نمشيو الله يرحمك كنا معايا جات لي كيجيب شي يجيب لي حويشه ومشي نواك فاطمه الزهره اخويا الجوكه ما تهضر صافي راه تسنى وزرع تسنى وصل لك وي دكتور واخا دكتور دابا واخا ياسين اللي جبتيني هنا ما فهمت والو وغير صبري انت دابا غتفهمي كلشي مادموزيل فاطمه الزهراء هي انا ممكن تفتلي معايا هاي سيري معاها وما تخافي من والو سيري انا كنسينك مرحبا مدموزيل فاطمه الزهراء مرحبا بك جنى دكتور مرحبا باش ما نطولش عليك بغيت نعرف شنو السبب ديال الاب ديالك باش ولا في هذه الحاله وبغيت نعرف كذلك واش عنده شي مرض مزمن ولكن دكتور علاش بغيتي تعرف هادشي كامل ضروره مدموزيل فاطمه الزهراء ما كناخذوا بعض المعلومات الكافيه على المريض قبل ما يدير لوبيراسيون ديالو اه
ولكن دكتور انا مازال ما وجدتش باش ندير لبابا هاد لوبيراسيون. حيت ديجا كنت سولت عليها ولقيتها مكلفه بزاف، وانا حاليا مازال ما وجدتش. جوستومون العمليه كتكون مكلفه حيت كنديروها خارج ديال البلاد، ولكن انا هنا عندي كلشي مخلص. كيفاش؟ ولكن شكون اللي خلصها؟ عندي هنايا السياسين هو اللي تكلف بجميع المصاريف ديال العلاج ديال الاب ديالك، ولحسن الحظ بقات ليه بلاصه من بين الناس اللي غادي يديروا لوبيراسيون من هنا 3 jours. من هنا 3 jours؟ ايها لاله، غدا ان شاء الله الاب ديالك غادي يجي عندنا هنا في الصباح بكري باش نصيفطوا لكازا باش يدير عده فحوصات. من بين هاد الفحوصات غيدير لي غيم ديالو ان شاء الله، من موراها باش نهيئوه باش يمشي لكندا ان شاء الله يدير لوبيراسيون ديالو تما. وبالنسبه سيدي العمليه واش كتنجح 100%؟ بالنسبه للنجاح ديال هاد العمليه كيكون ما بين 60% حتى 80%. واخا سيدي، وشنو مطلوب مني انا دابا؟ اول حاجه غادي نسولك عليها واش عنده الباسبور ديالو، حيت ما كانش عنده الباسبور ديالو غادي نضطروا اننا ناجلوا العمليه حتى الشهر الجاي ان شاء الله. لا لا سيدي، بالنسبه للباسبور عنده. داكور انا، اذا دابا غادي نعطيك هذه الوثيقه وغادي تنوطي لينا كاع الاعراض اللي هو عنده وغادي تجاوب على لي كيسيون اللي كاينين في الورقه. واخا. صباحك عليكم. ها هو الصالون خي الشوكي. متاكد خدامه تما؟ صحيبي خدامه تما متاكد. اكد عرفتي يا وليدي يا زريقه، ولقيتك تكذب عليا والله تنعلقك من رجليك بالله. صعب نقدر نطلع عليك خي الشوكي، وبربي شي خدامه يو اكام تما وشويه غيخرجوا انت تشوف بعينيك. هادشي اللي بغيت. يلا دور ميسي في حالك خي الشوكي. قبل ما نمشي بغيت نطلبك واحد الطلايب الله يسهلك. مالك شنو بغيتي؟ باش شي تولي فين خويا الجوكر باش نبقى ندوي مع الدويه الله يسيرك. فهمتي عليا البروش؟ شنو زعما قضيتي معايا لافير باغي تصنكني وتخلص ولا كيفاش؟ لا خويا الجوكر ما شفناش بحال هكا فهمتي غلط. دابا انا باغي ندير واحد المشروع وخي يبداو يجدوا لي الفلوس ندخل فلوس ونخلصك في التليفون ديالك. حق مولانا، حق مولانا. تعرف مولانا انت السكيري اللي ولدك هاك درا ايفون اي كلود سير عند شي واحد يحلو لك الله يسهل عليك. سير كي نخلصك سير سير حيد اصلا. شكرا خويا الجوكر. وي 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 صحيبي، ودابا بغيت نعرف اش بغيتي دير بهذا التليفون وهو مشفور؟ صحيبي انا اللي عارف اش غادي ندير به. شوف انت غاشبعني وانا غنرجعك كلك فلوس. باي باي فقط صحيبي. دابا انت اش بغيتي غدبر لي على الحبس ولا غادي تدبر لي على شي سلخه هي هذيك؟ شنو مصلحتكش انا؟ ما كاين لي سلخه كصحيبي اللي قدامي. ياسين شكرا بزاف على هادشي اللي درتي معايا. ما تقوليش بحال هكا، قولي لي بعدا ياك عجباتك المفاجأة. هادي راه ماشي مفاجأة، هادي راه أمنيتي اللي ما كنتش قادرة نحققها. إوا هي تحققات ألالة. كلشي بفضل ديالك، والله ما عرفتش كيفاش غنرد لك هادشي. أنا ما درتش هادشي باش تردي لي، هادشي هذا درتو حيت أنت عزيزة عليا وبغيت نفرحك. الله يفرحك. كنحمد الله وكنشكرو حيت صيفط لي راجل بحالك، حيت أمنيتي هي نشوف بابا وقف على رجليه. دابا يوقف على رجليه. وتشوفي برجيلات ان شاء الله ويجري معك ان شاء الله يا ربي. قولي يا ياسين نقدر نعاود لبابا عليك؟ اويلي هذاك هو النهار الكبير عندي. صافي يلا نمشيو عتي بغيت نفرحو بهذا الخبر. يلا لا سريجي شويه د الصبر راه حنا تنقادو ليكم. زريقه بغيت نعرفك علاش بغيتي هاد الباجي هادي. وهنينا صاحبي ام عين الغاشي جايين فيك ونقول لك البلان. هلا قلت لك دابا غيشفروا لنا المحتوى ديالنا. تر انت غيشفروا لك المحتوى. قول لي شنو باغي دير في لونو اي بخي تقاري الفرنسي؟ شنو غدير السميه والكنيه؟ لا لا ما ندير والو، السميه انا نقاد راسي. ناضي هاك اخي تليفونك يا حليلي.
والله الا داك الشيء ناضي سير الله يسرك سير الله يحجبك سير الله يزوجك. قول لي ما درتش معايا شي فيديو ومداو به لا فيديو لا انا هادشي الفيديوهات انا خاطيني شوف مع السي وديع راه كيصاوب شي فيديوهات كاليتي. خويا وديع دير معايا واحد الفيديو. شمن فيديوهات انت سمعنا اخي وديع وحل عقلك معايا مزيان عندي بحال بوطاش كتقول لي بلي راك تختصبتي زعما في صغرك ودازو عليك المعاناه زعما وداكشي. وشوف راه ماشي بينيكي راه عطيك 10 درهم غا هو اللي زينتي ليا الفيديو بالبكا عندي يد كميله. واش مطلع علي ولا شنو؟ وانت ربي ما مطلع عليك راه بغينا نفتشحو بك زعما لاباج باش يطلع التفاعل ناضي. دخل عندي بشي 200 درهم ونقول لك في الفيديو اللي بغيت. و 200 درهم كل رقيشة كم شي قويعه ونقول العجب في الفيديو باشا اسليك اصحيبي وناضي عليك زيد. تي مالك اصاحبي واش مريض ولا ما زاكر عليك بريكول؟ واش شاهبين انت عندك مفركل هنايا؟ تا شمن مفركل راه انت اللي مفركل انا اصلا راه شاك تا شمن شاك فيك انا راه متاكد منك. وكيفاش شاك دختي ولا مالك؟ اسمح لي وي حبيبه انا جاي دابا في الطريق انا قريب ربع ساعه حمت المكاريه بان ليا بدا تيطير لك الفرخ اخي زريقه وعشيوي والفرخ طياو ليا شحال هادي مشي عاد دابا غا هو في البلانط لاباج والله ما طياو ليا سيكا فكا معايا دابا اش غنديرو السميه. بغيت نعرف علاش بغيتي دير هاد لاباج هادي. لاباج غنديروها غنديرو فيها الكواويش ومصائب الحومه وغنبداو نحطوهم عرفتي شحال طلع التفاعل ودخلني زبابه الفلوس سيكا. واش هاد البلان منه ولا ما منوش اخي زريقه؟ وشوف والبلان مغيز دابا فكا معايا السميه وشوف انت السميه ما تكونش فيه شي حاجه تجعلني انا وياك باش ما يعرفوش ديالنا ومشيو للحبس هكا. فكا لقيتها شنو هي حليله وي وعلي فيك اتي غنديو كشوف دخل واش هذا البلان فيه الفلوس وفيه العائق كشوف بنتي جيتي؟ جيت وجبت البابا احسن خبار. اش من خبر هادي اللي مفرحك بنتي؟ ويلا بغيتي تعرف الخبار غادي تغمض ليا العوينات وضروري بنتي. ويلا باغي تعرف وصافي بابا غمض عينيك. واخا بنتي انا ندير لك خاطر هاو شنو هادشي هادي؟ ولا بابا على شنو هادشي؟ هاد الأوبيراسيون اللي كنت سولت أنا وياك عليها شحال هادي؟ أه راه عرفتها العملية ديالي ولكن بغيت نعرف شكون هاد ياسين اللي خلص كلشي. هاد ياسين با الصديق ديالي وكنت ديجا عاودت ليه الحالة ديالك والصراحة بقيتي فيه بزاف وما كانش على بالي أنه غادي يقدر يخلصها حتى اليوم تلاقيت معاه ودار لي مفاجأة. ولكن يا بنتي بزاف على المفاجأة هادي. أيها بابا أنا عارفاها بزاف ولكن أنا هادشي ما كيهمنيش. اللي كيهمني دابا هو انك دير لوبيراسيون وتنجح وان شاء الله نشوفك واقف على رجليك. وان شاء الله بنتي ان شاء الله هادشي باش تنقول لك بان كلشي قريب عند الله. وييها بابا ملي كنت سولت على هاد العمليه وعرفت الثمن ديالها قلت مستحيل يجي شي نهار نجمع فلوسها ولكن ربي جاب لي هاد ولد الناس يخلصها بلاصتي. ولكن يا بنتي قولي لي هادي سي ما عمرك عاودتي لي عليه. وغير ما جبتهاش الفرصة بابا وصافي. اجي بعدا قول لي الباسبور ديالك فين هو ياك ما تلفتيه؟ لا بنتي راه كاينه في البلاكار ولكن علاش بغيتي؟ كيفاش علاش بغيتوها بابا؟ راه غدا ان شاء الله غادي تمشي لكازا باش يراقبوا الصحة ديالك في هاد دوجور ابخي غاتمشي طريق لكندا ان شاء الله تما غادي لوبيراسيون. ولكن يا بنتي بالنا على هاد الزربة هادي مازال ما جمعتش حوايجي. تجمع حوايجك بابا غادي مسافر دوز الكونجي راه 4 لبيسات فايتينك لهيه. صافي بنتي دغيا باغا تصدريني. لا بابا شو ما عرفتش قولي بحال الهضرة والله انا غير مزروبه ومشوقه ما دابيا غير خصني نشوفك واقف على رجليك والمشكله كون كان عندي غير الباسبور نتقاتل على الفيزا والله ما نخليكش تمشي بوحدك وانت راك عارف غادي على حساب العياده. الله يعطيك الرضا بنتي والله يخليك ليا راهي تنضحك معاك. امين بابا راك انت اللي عندك راك انت اللي منور على حياتي حتى انت راك انت هو الضو عيني وخليني نمشي دابا نجمع لك حوايجك ونوجد لك الباسبور. بونجور
ما كتقطعش بك النفس، خرج لك المسيح الدجال ولا شنو؟ لا الجوكر، على سلامتك اخويا. سلامتي؟ الله يسلمك الله يسلمك. اش كدير هنا؟ اش كندير هنا؟ زعما ما عرفانيش اش ندير هنا. وريت نشوف موت ولادي. موت ولادك؟ علاش كتهضر؟ على من كنهضر؟ على ليلى حدي وما عرفتيهاش، ودابا جيني من الاخر قول لي صاحبك معاش غتخرج. كتهضر على فاتي؟ وشتي؟ ها انت وليتي كتكونيكطاي معايا. اش خارجه بوحدك فين هي هي؟ مابقاتش خدامه معايا. وشتي دابا انت وليتي كديكونيكطاي، ما خصنيش تدوي فين طفي ونشعلو. المشكله راه امي خديجه عزيزه عليا ما نبغاش تبكي في طريقي. شوف الجوكر، البنت بسببك رحلات من الحومه، خليها تعيش مسكينه حياتها، اش بغيتي عندها؟ هاي البنت عطاني في الدروس. شوف يا بنت امي خديجه، انا عاود نسولك باحترام، واش فاتي باقا في الصالون؟ لا 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 خويا الجوكر، راه اليوم روبو. روبو؟ وانتي فين غادا؟ كيفاش انا فين غادا؟ غادا لدارنا. شو قبل ما تمشي لداركم، غادوزي عند فاطمه الزهراء هي الاولى. سمعي مزيان شنو نقول لك، غادوزي عندها هي الاولى. وتقولي لها قالك الجوكر ويشوفك اليوم مع السته، هذا المدرسه. صافي مزيانة هادي؟ واخا مزيانة. دارك. قولي ليها اللي ما جاش الخبر في راسها. هنا جيت هنا جيت وهنا جيت جوني مار يوم مشيت للروضة وعزاوني هلو الوليد. الو الحب ديالي. الو فاتي. إكرام؟ مالك؟ الجوكر راه خرج وعرفك فين خدامه. الو فاتي. الو